من الوديان إلى الجبال، ومن الصحاري إلى الثلوج، وفي كل الظروف نخوض الغمار لننقل لكم أجمل اللقطات والصور في وثائق البرية المغربية. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف العادة كنحييكم من البرية. أنا الآن في شمال البلاد، جيت هذه المنطقة هذه باش نبحث على واحد النوع نتاع البومة، بومة الكاب أو بومة المستنقعات. منطقة رائعة، منطقة خيسة. شوف سبحان الله على المنطقة كي دايرة، نتمنى من الله أننا نلقاوها. واحد الجو رائع، جو خاص بالتصوير. هذا الجو رائع، لان هي ما كاينش الشمس واقفه، تقدر تصور الاضاءه تكون مزيانه، النباتات عاديه، ولكن المشي في هذا السمر عنده الشوك، الشوك حاده. كاين العديد من المخلوقات في هذه المنطقه هذه. ما شاء الله هذه المنطقة كديرة، منطقة خصبة. حشرات في هذه المنطقة بزاف، عرفتي فرعوني بالعضان، وزيد عليهم هاد الشوك نتاع السمر خاص. هذا الشوك نتاع هاد السمر هذا، عرفتي كي كردي رجلي في هذه المنطقة. وجدت العش نتاع البومة، بومة الكاب أو بومة المستنقعات. على ما يبدو أن الفراخ غادرت العش، ولكن ستبقى في محيط العش في هذه المنطقة هذه. أتمنى من العثور عليها. ليس ببعيد من هذه المنطقة وبالقرب من ضيعات فلاحية وجدنا هذه البومة، وهي التي كنا نبحث عنها. تعد هذه البومة داخل خانة الطيور المهددة بالانقراض، وهذا شيء خطير إن لم نحافظ على هذه الطيور، فبعد سنوات لن نستطيع رؤيتها مجددا. أتمنى من الناس المستوطنين في هذه المناطق الحفاظ على هذه الطيور، وخصوصا لأنها تعيش بالقرب من الضيعات الفلاحية وتتغذى على القوارض الموجودة في المنطقة المزروعة، وبهذا تساعد الفلاحين بالتخلص من هذه الآفات المضرة. سميت هذه البوم ببومة المستنقعات لأنها تفضل العيش في الأماكن المستنقعات والأراضي العشبية المفتوحة والأحراش الصغيرة، وعادة بالقرب من البحيرات الضحلة أو السدود. كذلك تفضل التعشيش على الأرض، ولهذا دائما ما يكون أعشاشها عرضة للتدمير بسبب
الزراعة في هذه المناطق. يتراوح حجم هذا الطائر ما بين 30 و40 سنتيمتر، بينما يصل وزنه ما بين 225 غرام إلى 500 غرام. شو كان نقدروا نصورها فوق هذا، فوق هذا الغصن هذا، هتكون أحسن. شو ما شاء الله، مكان رائع. تبارك الله، في هذه المنطقة شحال كاين النحل كيرعى في هذا الشوك هذا. شو الألوان ما شاء الله، ألوان رائعة. يا سلام، خليت الكاميرا ديالي ليها، كنجول في هذه الأرض. تبارك الله ما شاء الله، جميلة جدا، مختلفة تماما على المنطقة ديالنا. المنطقة فيها المستنقعات اللي كيكون فيها الماء، في هذه المنطقة هذه. شوك شوك، الوان رائعة، الأشواك منفصلة نتاع الخرشف. ليس ببعيد عن منطقة تواجد البوم، سمعت صوت طائر نادر جدا، ولم يتبقى سوى 24 زوج منه في المغرب. طائر أبو طيط المتوج من الطيور الرائعة، سبحان الله، للأعداد ديالها قليلة جدا وفي طور الانقراض من بلادنا. لديه صوت عجيب جدا، مثل صوت الروبوت أو صوت الألعاب الإلكترونية. البيض تاع الطائر الرائع، عنده 4 البيضات. شوف كيجيب واحد بحال التليلة عالية، سبحان الله. جنب الماء يعد طائر أبو طيط المتوج طائرا مهاجرا، يتنقل بين شمال وجنوب أوروبا وكذلك بعض المناطق في شمال أفريقيا. تعد المناطق المفتوحة كالمراعي والبحيرات العذبة والطينية والحقول والمزارع والمروج موطنا رئيسيا لهذا الطائر. فهو يتغذى على الحشرات كالعناكب وديدان الأرض. ومن مميزات هذا الطائر أنه ينتظر بصبر خروج الحشرات أو الديدان من الأرض، ثم ينقض عليها بسرعة. وبهذه الطريقة التي يقوم بها هذا الطائر، يقضي على الحشرات وعلى اليرقات والديدان والعناكب التي تكون مضرة للمحاصيل الزراعية. وبهذا يعتبر هذا الطائر أنه صديق للفلاح، ولكن في نفس الوقت
أن هناك بعض الفلاحين يستخدمون مبيدات الحشرية، ومن ثم يقوم هذا الطائر بأكل هذه الحشرات المسمومة بفعل المبيدات ويلقى حتفه. شاهدت في هذه المنطقة 4 أزواج، ولكن هناك بعض الأزواج بالقرب من هذه المنطقة، وهي المنطقة الوحيدة بالمغرب التي يعيش بها هذا الطائر. كما ذكرت سابقا أن هناك في الإحصاء الأخير فقط 24 زوجا. طائر أبو طيط سريع الحركة ويتنقل بكل حرية في هذه المروج والمستنقعات. على ما يبدو أن هذا الطائر لا يرحب بوجودي في هذه المنطقة، لأن في هذه الفترة لديه بيض، وبطبيعة الحال فهو خائف على بيضه، وهناك من لديه صغار كذلك أو فراخ. يصعب كثيرا مشاهدة عش هذا الطائر رغم وجوده على الأرض، وذلك للتمويه الكبير بين البيوض والبيئة المحيطة بها. وصلنا الآن إلى نهاية الحلقة، أتمنى من الله أن تنال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وتحياتي لكم من البرية.